السلام عليكم. فوائد تعريض الأطفال للشمس، إيه ده؟ هو تعريض الطفل للشمس ليه فوائد؟ يا فوائد جبارة، وطبعا دي فوائد ببلاش. أظن مفيش حاجة في الزمن اللي احنا فيه ده ببلاش لحد النهاردة إلا حاجتين، الهواء اللي بنتنفسه والشمس، بيتهيألي مفيش حاجة كمان ببلاش، صح؟ هنقول بقى نعرض الأطفال للشمس من عمر قد إيه، وهنقول إيه الفوائد اللي هناخدها من تعريض الأطفال للشمس، وهنقول إيه التعليمات، وكمان هنقول بعض المحاذير اللي لازم ناخد بالنا منها علشان الموضوع ما يتحولش من فايدة لضرر. فالفيديو ده مهم جدا. امتى نعرض الطفل للشمس؟ انا بفضل ان احنا نعرض الاطفال للشمس من عمر 4 شهور، ما بفضلش قبل كده، رغم ان هو مش ممنوع، يعني مش ممنوع ان انت تعرض الطفل حتى لو عنده اسبوع ولا اسبوعين، مش ممنوع ان انت تعرضه للشمس، هو ينفع، بس انا ببقى شايف ان الطفل لسه يعني صغير، واحنا بنحاول على قد ما نقدر ما نعرضوش للعوامل البيئية، فما بفضلش ده. انما الطفل 4 شهور بيبقى مسك نفسه كده والدنيا بقت كويسه، فبفضل ان احنا نبدا في العمر ده. طب نعرض الطفل للشمس ليه؟ يعني ايه الفكره؟ فوائد بقى كتيره جدا. اول فايده، لما بنتعرض للشمس الجسم بيصنع فيتامين د بشكل كبير. خدوا بالكم، فيتامين د الجسم بتاعنا بيعرف يصنعه، لكن عشان يصنعه لازم وحتما ولابد نتعرض للشمس. دي خطوة أساسية مش اختياري، لازم. يعني احنا لو ما بنتعرضش للشمس بشكل كافي بيحصل نقص في فيتامين د جوه جسمنا. علشان كده في بعض التوصيات الحديثة دلوقتي بتتكلم ان احنا معظم الناس ياخدوا فيتامين د على هيئة مكملات غذائية، على هيئة أدوية، عشان النقطة دي تحديدا. لان احنا كان زمان الانسان البدائي اللي قاعد في الغابة او اللي بيزرع تقريبا معظم يومه بره البيت، بيزرع بقى في الحقل، بيروح يصطاد، بيعمل الحاجات دي، فكان الانسان بيتعرض للشمس بشكل كبير. طبعا دلوقتي مع التكنولوجيا الحديثه والكلام اللي احنا فيه، معظم الناس يا شغاله من البيت، يا شغاله في مكاتب، يا شغاله في مكان مقفول، فما بيتعرضوش للشمس. طبعا في ناس لحد النهارده بيتعرضوا للشمس كويس، يعني اخواتنا مثلا الفلاحين اللي بيشتغلوا في الارض الزراعيه ما شاء الله عليهم تعرضوا للشمس بشكل كافي، او المهندسين مثلا اللي بيشتغلوا في الصحراء تعرضوا للشمس بشكل كافي، لكن عندنا قطاع كبير من الناس ما بيتعرضوش للشمس. القطاع ده سواء اطفال او كبار معرضين لنقص فيتامين د بكل بقى ايه العواقب بتاعته. فتعريض الاطفال للشمس بيخلي فيتامين د عندهم ممتاز. طب فيتامين د ده بقى هيفيدنا في ايه؟ ها انتوا متابعين بقى من زمان وعارفين. اول حاجه، فيتامين د بيزود امتصاص الجسم للكالسيوم من الاكل. يعني الطفل لما ياكل اكل فيه كالسيوم زي اللبن والزبادي والسمسم واي حاجه فيها كالسيوم، لو جسم الطفل ما فيهوش فيتامين د بشكل كافي الطفل مش هيمتص الكالسيوم ده كويس. وبالمناسبة معظم الأطفال اللي بيتأخروا في التطور الحركي، يعني اتأخر في المشي مثلا أو في الجلوس أو في التسنين أو في أي حاجة، بيطلع عندهم نقص فيتامين د بشكل أكبر من نقص الكالسيوم. فاهمين القضية؟ يعني نقص الكالسيوم ما بنشوفوش كتير قد نقص فيتامين د. تمام كده؟ فيتامين د بيساعد الطفل على التسنين، فيتامين د بيساعد الطفل على التطور الحركي، الطفل بقى يصلب راسه في ميعاده، يقعد في ميعاده، يمشي في ميعاده، يحبي في ميعاده، ما يتاخرش مننا. الطفل تمسكه تلاقيه ماسك نفسه، صالب نفسه، عصب الطفل حلو، مش طفل كده ايه واقع وسايب منك. دي فوائد فيتامين د. فيتامين د بالمناسبه مهم جدا للحاله النفسيه والمزاجيه للاطفال وللكبار. علشان كده في بعض ناس اللي عندهم نقص فيتامين د بيبقى عندهم اكتئاب، يعني حالتهم النفسيه وحشه ومتوتر وبتاع، ولما نعمل تحليل فيتامين د نلاقيه قليل، لما بندي لهم فيتامين د حالتهم النفسيه بتتحسن. طب احنا عندنا فيتامين د ببلاش اهو، تعرضوا للشمس اهو جسمك يصنع فيتامين د، حالتك النفسيه تتحسن. فيتامين د مهم جدا لصحه البشره وصحه الشعر. الناس اللي عندهم فيتامين د ناقص شعرهم بيقع كتير، فالكلام ده للاطفال وللكبار. الشمس بتحسن كتير من مستويات الميلاتونين داخل الجسم وبتنظم عملية إفرازه. إيه الميلاتونين ده؟ الميلاتونين ده أحد المواد اللي الجسم بيفرزها علشان نحس بالاسترخاء وندخل في النوم. علشان كده اللي منكم ساعات بيروح مصيف ولا حاجة ويتعرض للشمس بشكل كافي وبعدين يروح ينام بيلاقي نفسه بيحس بالاسترخاء وبينام أسرع أو أفضل. وده مهم بقى للأطفال، انتوا عارفين الأطفال الصغيرين بيغلبوك انتوا في موضوع النوم ده، فلو عرضنا الطفل للشمس بشكل كافي بشكل صحيح زي ما هنقول كمان شوية، فمستويات الميلاتونين عنده بتبقى مظبوطه وتمام التمام، والطفل ده بيعرف ينام في ميعاده وبيحس بالاسترخاء والامور بتبقى كويسه معاه. التعرض للشمس زي ما قلنا بيحسن فيتامين د، وفيتامين د ده مهم جدا لتقويه المناعه، بيرفع مناعه الجسم، بيقلل كتير من معدل الاصابه بالامراض. شايفين الفوائد؟ كل دي فوائد ببلاش. يعني تعرض طفلك للشمس تقوي عظامه، تقوي اسنانه، تساعديه على التطور الحركي، تحسني حالته المزاجيه، تخليه مناعته قويه، ما يعياش كتير، كل ده ببلاش من غير ما نعمل اي حاجه.
ايه التعليمات اللي نعرض بيها الاطفال للشمس؟ اول حاجه زي ما قلنا انا بفضل ان احنا نبدا نعمل ده من عمر 4 شهور. لما نعرض الطفل للشمس لازم يكون ايديه دراعه ورجله مكشوفين. الاشعه فوق البنفسجيه اللي احنا بنحتاجها اللي بنستفيد منها ما بتعرفش تخترق الملابس، لازم الجلد يبقى متعرض للشمس بشكل مباشر، وكمان ما بتخترقش الزجاج، يعني ما ينفعش تبقى واقف مثلا قدامك ازاز حتى لو الاشعه واصله لك من خلال الازاز، فالاشعه فوق البنفسجيه ما بتعرفش تخترق الازاز فانت مش هتستفيد. يبقى لازم التعرض يكون مباشر ويكون دراع الطفل ورجله مكشوفين علشان نعرض اكبر جزء ممكن من الجلد لاشعه الشمس. ايه التوقيت من اليوم اللي نعرض فيه الطفل للشمس؟ ركزوا في المعلومه دي عشان فيها كلام كتير وفيها لغط كتير. خلاص، كان في توصيات قديمه بتقول ايه؟ نختار الوقت اللي الشمس فيه حرارتها ما تبقاش عاليه علشان الطفل ما يتحرقش مننا بالذات في الصيف. يعني كانت التوصيات بتقول ايه؟ عرضوا الاطفال من الصبح بدري من الساعه 6 مثلا لحد الساعه 10 11، وبعدين من بعد العصر لحد غروب الشمس اللي هو الوقت اللي الشمس فيه بتبقى الاشعه فيها خفيفه وحرارتها مش عاليه. خلاص كده، ولكن ثبت بعد كده ان استفاده الطفل من الشمس في الفترات دي بيبقى قليل جدا، لان الاشعه فوق البنفسجيه في الشمس في التوقيت ده قليل جدا. علشان كده التوصيه دي بدات تتغير في الفتره الاخرانيه. بقت التوصيه بتقول ايه؟ يفضل ان احنا نعرض الطفل للشمس في وقت الذروه بس بشروط، يعني تعرضه في الشمس من الساعه 11 الظهر لحد العصر. فالناس هتقول لي يا دكتور الوقت ده في الصيف بيبقى الشمس حاميه جدا، طفل ممكن يتحرق مننا. اقول لحضرتك استني بقى عليا، ما انا هقول لك اهو. لو هتعملي ده تبقى انت مقيمه حراره الجو وحراره الشمس عامله ايه. شايفه الجو حر قوي يبقى ممكن تقفي في الشمس دقيقه او دقيقتين وبعدين تبعدي، وبعدين دقيقه دقيقتين وبعدين تبعدي، وهكذا. فاهمه القضيه؟ يعني ما تفضليش واقفه لحد ما الطفل يتحرق منك او انت تتحرقي من اشعه الشمس الشديده بالذات في الصيف. طب يا دكتور والله انا خايف اعمل كده. خلاص، عرضي بقى في الوقت بتاع الصبح والوقت بعد العصر، هتبقى الاستفاده قليله شويه بس ماشي، يبقى في الامان. يبقى لو عرفتي تعرضي في وقت الذروه بس من غير الطفل ما يتلسع منك من اشعه الشمس بالذات العيال الصغيرين قوي، اعملي ده والطفل هيستفيد كويس او استفادته من اشعه الشمس هتبقى اكبر. لو انت خايفه او مش هتعرفي تعملي ده يبقى خليكي في الوقتين اللي هم الصبح بدري او قبل الغروب، برضه الطفل هيستفاد وان كانت الفايده مش زي وقت الذروه. يبقى انا سبت لك الاختيارات اهو، وممكن تنوعي ما بين ده وده، يعني ممكن تيجي يوم تلاقي وقت الذروه الحر مش جامد قوي فما فيش مانع ان انا اقف دقيقتين ثلاثه وارجع ودقيقتين ثلاثه وارجع، وقت تاني لا الذروه النهارده جامده قوي وحر شديد او خلاص بلاش عشان الطفل ما يتحرقش منه. النقطه الثالثه، لا واحنا بنعرض الطفل للشمس ممنوع ندهن له الصن سكرين او الصن بلوك. عارفين الصن بلوك اللي بندهنه للاطفال لما بييجوا ينزلوا البحر؟ الصن بلوك ده بيمنع من وصول الاشعه للجلد، فاحنا لو دهناه للطفل فاحنا ما استفدناش حاجه. الله، امال الصن بلوك ده يا دكتور احنا بنعمله ليه؟ بنعمله لما يكون الطفل هيتعرض للشمس لاوقات طويله فبنخاف ان هو يتحرق. فاهمين القضيه؟ هنا احنا ما بندورش على فايده، هنا احنا بنحمي الطفل من ضرر، لكن لو انا عايز فايده يبقى التعرض لاوقات صغيره عشان الطفل ما يتحرقش. طب انا هاخد ولادي وهنروح المصيف وهينزلوا البحر، هيتعرضوا للشمس بقى 3 4 ساعات، انتوا عارفين العيال لما بينزلوا البحر ولا لما بينزلوا البيسين بيبقوا مش عايزين يطلعوا. فاشعه الشمس هنا في وقت الذروه هتحرق جلد الطفل، فهنا احنا بنستخدم الصن بلوك عشان نحميه من التعرض المفرط لاشعه الشمس. خلاص كده؟ لكن برضه ما يمنعش ان الطفل ده قبل ما ادهن الصن بلوك اخليه يستفيد شويه من الشمس 10 دقائق ربع ساعه، وبعدين ادهن له الصن بلوك بقى عشان ينزل البحر يعيش حياته. عندنا بقى شويه محاذير مهمه لازم ناخد بالنا منها عشان الموضوع ما يتحولش من فايده لضرر. اول حاجه، بلاش نتعرض لاوقات طويله، يعني لو هتتعرضي اخرج في اليوم لو طفل صغير اقل من سنه من ربع ساعه لنص ساعه. نعمل ده كم مره في الاسبوع؟ يعني مرتين تمام، 3 مرات تمام، 4 مرات حلو، يعني كل ما كان ده اكتر لو ينفع يبقى كويس. تمام كده؟ لكن ما تسيبيش الطفل يتعرض للشمس لوقت طويل، يعني الام بقى تسيب الطفل قاعد في الشمس ساعه ساعتين، تقول لك دكتور محمد قال الشمس مفيده للاطفال، اسيب الطفل بقى يتحمص في الشمس. لا، حرام عليكي، لان التعرض المفرط لاوقات طويله للشمس بالذات في اوقات الذروه ده ليه مشاكله، هيعمل جفاف للطفل. ما هو السوائل اللي في جسم الطفل هيقعد يعرق بقى وبتاع فيجي له جفاف، ممكن تعمل للطفل ضربه شمس ودي حاله خطيره جدا، بلاش نوصل الطفل للمرحله دي. كمان لو انت مش حاطه للطفل صن بلوك هيعمل للطفل حروق، جلده ممكن يتحرق. عارفين الحروق بتاعه المصيف؟ كلكم عارفينها. الاطفال لما تيجوا تعرضوهم للشمس بالذات العيال الرضع حاولي تغطي عينيه او تحطي حاجه على عينيه. ليه بقى؟ لان الطفل في العمر ده ساعات بيعمل حاجه ظريفه قوي، يقعد يبص على اشعه الشمس او يبص على الشمس، دي حاجه مؤذيه جدا لعينيه. خدي بالك بقى، طفل رضيع هو عنده 5 6 شهور
باصص بقى لفوق والام مش واخده بالها، والولد ضارب عينه في الشمس، مؤذي جدا جدا لشبكيه عينه. فحاولي انت يا اما تبقي شايفه ان وشه في الضله انت مضلله عليه بشمسيه او بهدومك، او انت مضلله على عينه علشان الولد ما يبصش لاشعه الشمس بشكل مباشر. كمان لو الاطفال بيتعرضوا للشمس طبعا اهتمي بشرب السوائل، بالذات العيال اللي بيروحوا المصايف بقى، طفلك بيروح المصيف وهو في البحر، بلاش تسيبيه في البحر او البسين عمال يلعب 5 6 ساعات من غير ما يشرب بق ميه. العيال دي في الحر وفي الشمس وبتبذل مجهود، عمالين يفركوا ويلعبوا وبتاع عمال يعرق. فلازم تهتموا بالنقطه دي، لان برضو ساعات الناس بتنسى. العيال اللي بينزلوا البحر والبسين كل نص ساعه ساعه اندهيل يقولوا له تعالى، العيال الكبار تعالى اشرب ميه، كل شويه تعالى اشرب تشربيه حاجه، عشان الطفل برضو السوائل اللي بيفقدها من المجهود ومن الشمس والحر في المصايف الطفل يعوضها، ما يدخلش مننا بجفاف. الشمس بتاعت ربنا اللي بعتها لنا علشان ايه؟ علشان ناخد منها فوائد. الحمد لله ما حدش بياخد مننا فلوس على الشمس.